الحمد لله الدولة اليوم تعمل بجد في كيفية التعامل مع القضايا البيئية، فمشتركة دولة الكويت في جميع الاتفاقيات الدولية البيئية وبالأخص تغير المناخ CBD اللي هو التنوع الأحيائي والمناطق الرطبة مثل محميات مبارك الكبير عندنا في شمال دولة الكويت. فاليوم التوجه البيئي على أفضل حال والتنسيق مستمر مع جهات الدولة كافة. اليوم يوجد انخفاض لمعدلات تلوث الهواء عندنا في دولة الكويت بسبب وجود هذا القانون، ساهم بشكل كبير اليوم في الحد من الانبعاثات من مصادر التلوث الموجودة في الدولة من مصانع ومن قطاع نفطي وقطاع الإنتاج الكهرباء، وهذا ساهم بالأخير على صحة أفضل للمواطنين. اليوم تقليل الانبعاثات من هذه المداخن يساهم بشكل إيجابي في تقليل القضايا الصحية اللي تأثر على المواطن والمقيم على أرض الدولة. نؤكد اليوم أن الاستثمار المباشر تقوم بدور كبير اليوم في التنسيق مع الجهات العالمية لإيجاد أفضل المبادرين والشركاء للقيام في مشاريع في دولة الكويت. واليوم نحتاج مشاريع كبيرة في كيفية التعامل مع المخلفات، تحويل النفايات إلى طاقة، إعادة تدوير المخلفات، إنتاج طاقة نظيفة، وهذه واحدة من الأساسيات عندنا في دولة الكويت. كذلك عندما نتكلم عن الاستدامة للموارد الطبيعية فيجب الأخذ بالحسبان اليوم كيفية استدامة الموارد البحرية في دولة الكويت من أسماك وما إلى ذلك، فممكن التنسيق مع جهات عالمية ذات خبرة عالمية في كيفية تطوير البنية البحرية عندنا في دولة الكويت والمساهمة في إيجاد مستعمرات مرجانية جديدة ودعم شأن السمكي في دولة الكويت. كذلك من جانب آخر اليوم إيجاد أفضل السبل للتعامل مع جميع القضايا البيئية. اليوم بحمد الله نحتاج نولج ترانسفير من العالم، نستسقي من خلاله أفضل الحلول للقضايا الموجودة عندنا في دولة الكويت، من أساسها المخلفات والتعامل مع المخلفات بأفضل الحلول إما بإعادة تدويرها أو بتحويلها إلى طاقة. الجانب الآخر إيجاد منظومة واضحة للطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات من المصانع الحالية أو من محطات توليد الكهرباء، وهذا راح يكون بالتنسيق مع الجهات المعنية، إيجاد فلاتر على هذه المحطات، إيجاد أفضل السبل العالمية وجلبها إلى دولة الكويت. عندما نتحدث عن البيئة البرية اليوم، البيئة البرية بالكويت تحتاج إلى نظرة أخرى لتطويرها وزيادة الغطاء الأخضر عليها بتقليل يمكن التعديات عليها، ولكن بجانب آخر زيادة المزروعات عندنا في دولة الكويت. وإحنا اليوم نقوم بجهد كبير مع الإخوان في الهيئة العامة للزراعة لزيادة المسطحات الخضراء في دولة الكويت. الجانب الرئيسي اللي ممكن كذلك نركز عليه هو قضية المياه، كون اليوم في شح عالمي للمياه، ومن ثم هو أفضل السبل للمحافظة على هذه المياه وعدم الإسراف فيها. هذا جانب رئيسي يجب التدقيق عليه من جميع جهات الدولة، وإحنا اليوم نتعاون مع الإخوان في وزارة الكهرباء والماء لإيجاد بعض المرشدات على صنابير الماء وما إلى ذلك، وكيفية الوصول إلى أفضل حل لإعادة استغلال المياه اللي موجودة. لدينا محطة في صليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي أكرمكم الله، ونستغل هذه المياه لسقي المزروعات، فنحتاج مشاريع أكبر من هذا النوع. إحدى هذه المشاريع لاقت الاستحسان وقمنا فيها في من خلال وزارة الأشغال بتوقيع عقد كبير اليوم مع جهة عالمية لإيجاد محطة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في مدينة أم الهيمان، منطقة أم الهيمان. ستقوم بدور كبير اليوم في معالجة العديد من القضايا اليوم من اللي قاعد تعرض عليها من صرف مياه صرف صحي على البحر أو في أماكن غير مخصصة لذلك من المناطق الجنوبية. فستقوم هذه المشاريع الكبيرة إن شاء الله اليوم بالحد من جميع الملوثات أو من معظم الملوثات الموجودة عندنا في دولة الكويت، ومن ثم تساهم بشكل إيجابي في تحسين البيئة عندنا في الدولة واستدامة هذه البيئة إن شاء الله أجيالنا القادمة بإذن الله.